لماذا لقب سيدنا لقمان؟ الصديق، الحكيم، الأمين، الكريم. زينتا؟ لا 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 لا، حكيم 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 حكيم. ما نسيتها صاحبي، نسيتيها. وسيرة وزنها صغار مكلخين. ما هي معجزة سيدنا صالح عليه السلام؟ الناقة، لغة الحيوان، الحوت، عصا والأفعى. الحوت. تقرا تقرا، تكتب تكتب، انت راه عارف اش كيقول. وين اللي معروفه جدي؟ اي ما كتبتش. كتب الحوت. ناقة. هكاك بارك الله عليكم. اول ما وي اول ما غادي تصور هذاك في الكاميرا. كم عدد الصور المدنية في القرآن الكريم؟ 22، 24، 26 أو 28؟ سبعة. يلا راه اكتبها 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 سينا. زيد زيد انت زيد. يا نقول شي؟ لا ما نقولش. راه جاوبت عليها شحال من مرة هادي. هذا داز هذا. لا جاوب غلط عندك السي عبد اللطيف. ما نقولش. الناس هذاك عاود. متى فرض الصيام على المسلمين؟ رابع هجرية، تاج هجرية، ثاني هجرية أو أول هجرية؟ يلا السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ تاج هجرية زينتا؟ ثاني هجرية، ثاني هجرية عند السي عبد اللطيف. من هو الملقب بأسد الله الغالب؟ عمر بن عبد العزيز، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، زيد بن حارثة. ماشي مشكل. من هو الملقب بأسد الله الغالب؟ عمر بن عبد العزيز، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، زيد بن حارثة. ابن أبي العزيز. شنو هو؟ شتو ساكن معانا؟ كاين عمر بن عبد العزيز، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، زيد بن حارثة. هاك توريك بريم. مريم تكوريك ويبيا. عمر بن عبد العزيز. لا علي بن ابي طالب. راه ما كاينش هذاك اللوح مزيان. محيا بزاف. ما هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا تحتوي على حرف الميم؟ سورة الفلق، سورة النصر، سورة الفيل أو سورة الكوثر؟ يوسف يوسف قرأ كاملين بني يوسف قرأ كاملين. طلع طلع كاش كتبيش الكاميرا زيد لعب جدي. اوكي صحيح جوجكم قري جاهم كاملين يا يوسف قال لي يوسف تقرا كاملين قلبهم. ما هي الصحابية الجليلة الملقبة بذات النطاقين؟ أسماء بنت أبو بكر، أسماء بنت زيد، أسماء بنت عمر الأنصاري. عاود اختيارات؟ كاين أسماء بنت أبو بكر، أسماء بنت زيد، أسماء بنت عمر الأنصاري. عاود عاود. أسماء بنت أبو بكر الصديق، أسماء بنت زيد، أسماء بنت عمر الأنصاري. منكش أنا منكش أنا منكش 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 منكش
ما هي السورة التي ذكر ضمن آياتها بسم الله الرحمن الرحيم؟ سورة النمل، سورة النساء، آل عمران. صافي بارك عليكم. آل عمران زيد انت؟ كلكم غلط. سورة النمل. وين هي سورة النمل؟ ما هي آخر غزوة شارك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غزوة تبوك، غزوة بدر، أو أحد؟ زيد اشني هذيك؟ أحد هذيك؟ اش كتشكل؟ لا أحد. وري 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 في الكاميرا، وري في الكاميرا كتوري لي هادشي. غير الكاميرا، غير الكاميرا، غير الكاميرا. هز لك اللوحة صافي. أحد يوسف وصحح. مابقاش واش كنديرو شحال هادي تا مابقاش كنفلت اللوحة داكشي علاش مابقاش كنفلت. كم كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام عند ما أنزل عليه الوحي؟ يلا يلا كتب يلا كتب. شوف هذا بلا هذاك وقلت شو ذاك النهار وجاوب شيني عليه. ما تورينا الكاميرا، ها الكاميرا، ها الكاميرا ذاك توري عليا الشمس. صافي هي هذيك صافي. من أول من نادى بالحج إلى البيت الله الحرام؟ إسماعيل عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. توري على الكاميرا وكنت أستنى فلسطيني هذا. جاوب ساعدهم جوج. من هو أول من ركب الخيل؟ يعني آدم عليه السلام، قابيل، أو أبو لهب، أو إسماعيل عليه السلام. أبو لهب؟ ماشي أبو لهب. قلت أبو لهب الخشير أبو لهب؟ لا لا. إسماعيل عليه السلام. أبو لهب، أبو لهب. من هو أول صحابي حيا الرسول عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام؟ أبو موسى، أبو أيوب، أبو ذر، أبو بكر الصديق. يلا يا جاز. شاو هذا زعما راه كندوز لكم هذا الشيء داز لكم باش نعرفوا واش شاد شي حاجه ولا والو. زيس زيس ابو بكر. لا ابو ذر. ما كنعقلش زيس 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 يلا سير كمل. ما من هو آخر صحابي توفي من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنس بن مالك، عمر بن الخطاب، سعد بن معاذ، زيد بن ثابت. طلع عليه وقول لي درك لوحتك. نقل منه وقول لي درك لوحتك. أنا أنس بن مالك، أنس بن مالك، جواب صحيح عندكم جوج. ما عنديش أنا مع الكوشية دوزك. لا 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 خليك هكا. ما هي السورة التي يطلق عليها جمع بنات حواء؟ سورة الناس، سورة النساء، سورة مريم، أو سورة الأنعام؟ يوسف غبر على الكاميرا شوية يوسف. نجيبوا الكاميرا تاع عندك. يلا
شنو نصبر زدنا راسنا. مريم النساء، النساء جاب لا لا شويه يسالك النساء جاب صحيح عند يوسف لو خالد عندك السيارة بعد كده كم عدد الصور كم عدد صور القرآن التي تبتدئ بثلاث أحرف 10 11 12 13 جنجة هز شوي هز شوي 13 جواب صحيح عندكم جوج 10 انت دي ولات ندير لك الزراوة تاع السي عبد اللطيف درت لك الزراوة ما هي الصورة التي كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ما هي الصورة التي كانت سبب في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سورة طه، سورة البقرة، سورة الأنبياء، أم سورة القلم؟ هي أنت كتقول أنت؟ لا والله لا عارف. هز اللوحة السيوس في الكاميرا. طه جواب صحيح. ما أول عملة شرع استخدامها في الدول الإسلامية؟ الريال، الدرهم، دينار أو الليرة؟ الريال، درهم، دينار، ليرة. شيء ليك ليرة؟ لا تبارك الله عليك اجي جي جي الدينار ليرة؟ قطعوا عيدي تفرش تواكا بزاف انا كنت فرش تواكا من هو الصحابي الجليل الذي اعتز عرش الرحمن عند وفاته؟ زيد بن حارثة، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، سعد بن معاذ. جاز السؤال يمكن ما قلت جاز جاز عقل ما رسلش تبارك الله أنا شو ما عقلش عليه أنا جاز السؤال هني 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 كنت سمع بق بق هرب هيا خدامي في النجارة ها سنو ذاك زيد بن الحارثة لا سعد بن معاذ ما هي ما الصلاة التي يركع المصلون ويسجدون فيها أربع مرات صلاة الخسوف صلاة الكسوف صلاة الخسوف والكسوف أو صلاة العيد ما الصلاة التي يركع المصلون ويسجدون فيها أربع مرات صلاة الخسوف صلاة الكسوف صلاة الخسوف والكسوف صلاة العيد يلا صلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الخسوف والكسوف أو صلاة العيد صلاة الخسوف والكسوف الخسوف فيها جاكا سودة سودة خمسة مولف ندير ليوسف واحد باش كندير ليها واحدة